كانت نهائي قبل الاول بين فريقين عريقين، فريق جدي اللي عنده تاريخ في كاس العرش منهم انه فاز المره الاخيره. دونك حنا دخلنا اللقاء بدون ضغط، بدون حاولنا نلعبوا في داخل الملعب كاننا نلعب في جديده، نفكر بالجمهور ديالنا كيتبعنا، الجمهور اللي يتبعنا. دونك لعبنا تكتيكمون، كنا خصنا نفوزوا تكتيكمون، وكنتمنى ان هاد اللاعبين هادو كنا نشدوا يديهم بحراره اللي كانت مقابله قويه، ولكن كان تركيز خلال اللقاء، كان الكل يريد ان يفوز، الكل يريد ان يذهب الى الدور النهائي، وهذا هو الحافز اللي لعبنا عليه. طبعا غيرنا الخطه ديالنا بعد الاصابه الاولى، الحمد لله مشات، ضيعنا عده فرص الشوط الاول، جات الاصابه ديال التاهيل الشوط الثاني، اون جير لو ماتش كوم اون في بتغيير الخطه الى مرتين باش نعرفوا ان الخصم يلعب كثير على المرات، فحاولنا نسدوا هذوك المرات ونلعبوا مرتدات، وضيعنا عدد فرص الشوط الثاني، ولكن اهم شيء هو التاهيل. فشكرا للجميع من ساندنا.